السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس. اليوم جبت لكم واحد المجموعه ديال المشتريات، شريتهم وبغيت نشاركهم معكم وكنتمنى باش يعجبوكم. هاد المشتريات هادو عباره عن شبيكات ومنظمات للثلاجة او للحمام، يعني والثمن ديالهم ماشي غالي، بالعكس رخاصين بزاف. الثمن كيتراوح بين 3 دراهم الى 10 دراهم. هنا عندي شبيكات نقدروا نستعملوهم بالنسبه للثلاجه، يعني نضمو بهم الثلاجه ديالنا. هذه مثلا اللي كتشوفوها الثمن ديالها 3 دراهم، خديت منها 4 كما كتشوفوا معايا، 3 4. بالاضافه لهذا الشكل، هذا واحد السلافه على شكل قلب، حتى هي خديتها ب 3 دراهم، عجبتني زوينه بزاف. وهاد الشبيكه حتى هي الثمن ديالها 5 دراهم، بغيت نستعملها كمنظم في الثلاجه ديالي، نحطو فيها الخضار ولا نحطو فيها الفواكه. ثم خديت ايضا هاد الشبيكه، هادي عجبتني بغيت نديرها في الحمام في الدوش، ندير فيها الفوطات، جات غزاله واللون ديالها مزيون. هادي ب 10 دراهم. ثم اشياء ديال الحمام ديال التنظيف، بالنسبه لهذا المنظف هذا ديال الزجاج خديته ب 5 دراهم، متواجد بزاف في الاسواق. وهاد الشبيكه هادي بغيت نستعملها في الحمام، نحط فيها لي شامبوان وبان دوش وكاع الاشياء اللي كتخص الحمام، هادي خديتها ب 10 دراهم. وهادي اللي كنحطو فيها الصابون كما كتشوفوا، اللون ديالها زوين غزال، كتحط فوق اللابو كنحطو فوق منها الصابونه، هادي ب 5 دراهم. ثم هاد لي جيل دوش خديتهم من مرجان، داروا ليهم الصلد، هذا خديته ب 10 دراهم ديال نيفيا، وهذا لوكس، الريحه ديالو زوينه بزاف عجبتني، خديته حتى هو ب 10 دراهم من مرجان، من داروا ليهم الصلد. هادو هما المشتريات اللي خديتهم البنات هاد المره، هادي بغيت نشاركهم معكم، كنتمنى يعجبوكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتابوناو معايا في لاشين. شكرا.